صور أخذت في حفلات زفاف ظهرت فيها كيانات غامضة. هناك القليل من المعلومات المتاحة حول هذه الصورة. هذه الصورة تم التقاطها في حفل زفاف، ولم يلاحظ الضيوف ولا وصفات الشرف أي شيء غريب خلال الحفل. ومع ذلك فإن الصورة تكشف عن شخصية ذات غطاء داكن تحوم أمام نافذة الزجاج الملون. هذا الشكل الذي يبدو أنه يطفو على مسافة 4 أقدام على الأقل من الأرض يتمتع بجودة ضبابية تشبه الأشباح حوله أثناء اقترابه من الحفل. من الذي يمكن أن يكون هذا الشكل الغامض؟ ولماذا يرتدي رداء مظلم؟ ربما هو كاهن أو راهب، أم يمكن أن يكون قريبا متوفي أو شخص آخر له صلة بالكنيسة؟ قد لا نعرف أبدا. الصورة الثانية، تم نشر هذه الصورة المخيفة على الإنترنت من قبل رجل يدعي أنها التقطت في حفل زفاف ابنته في أحد الفنادق في نيو مكسيكو في 15 يوليو 2006. لقد التقطت الصورة ضبابا غريبا يحوم على شكل إنسان. يبدو الأمر كما لو أنه يصل إلى شيء ما على الطاولة، ربما أحد الزجاجات. يعتقد البعض أنه ليس أكثر من دخان السيجار أو السيجار في الهواء، بينما اقترح آخرون أنه قد يكون في الواقع شبح شخص يعرف العروس والعريس، ربما أراد المشاركة في احتفالات هذه المناسبة الهامة. الصورة الثالثة، لقد أخذت هذه الصورة في قرية كنيسة إستون في إنجلترا. تم التقاط الصورة بعد وقت قصير من حفل زفاف في مكان قريب من الكنيسة. تمت مشاركة الصورة فعليا عبر الإنترنت من قبل الفتاة الصغيرة التي شهدت الأقرب إلى الكاميرا، وقالت إنها تتذكر الشعور بالبرد والحزن أثناء عرضها للصورة، ولم تكن متأكدة من سبب شعورها بعدم الارتياح في مثل هذا اليوم السعيد. لقد التقطت الصورة بوضوح نوعا ما من الشكل الشبحي، ولكن من الذي يمكن أن يكون؟ هل هو أحد أفراد الأسرة المتوفي ربما، أو روح مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالكنيسة أو بأرضها؟ لا أحد يعلم. شيطان الكلب في حفل الزفاف، لقد أخذت هذه الصورة في أواخر التسعينات في حفل زفاف. يدعي الزوجان في الصورة السيد والسيدة مارتينيز أنهم لم يلاحظا أي شيء غريب عن الصورة إلا بعد 8 سنوات من التقاطها. يوجد في الخلفية وجه غريب يشبه الكلاب فوق الكتف الأيسر لمارتينيز. قال الزوجان إنه لم يكن هناك كلب في حفل الاستقبال وقد حيرته الصورة. السيد مارتينيز الذي كان يحارب إدمان المخدرات في ذلك الوقت يدعي أن الصورة كانت علامة لإيقاف تعاطي المخدرات، معتقدين أن هذا كان نوعا من الشيطان الذي كان يتمسك به. قام خبراء التصوير بفحص الصورة وقرروا أنه لم يتم العبث بها بأي طريقة، وقاموا باستنتاج أن الكلب كان يجب أن يكون حاضرا في يوم التقاط الصورة. ضيف غير مدعو، للوهلة الأولى لا تمنحك هذه الصورة القديمة المتواضعة للزفاف أي شيء غريب، ولكن إذا نظرت بدقة إلى الرجل في أقصى اليمين خلف ساقه يوجد ضيف زفاف غير مدعو. تم التقاط الصورة في عام 1972 في بيسلي بسكوتلندا من قبل مصور محترف. يبدو أن هناك طفلا صغيرا يحدق من خلف الرجل في المقدمة. قال المصور إن الطفل ظهر في الصورة السلبية للفيلم أيضا، لكنه لم يستطيع شرح السبب، وهو يدعي أنه كان هناك 4 أشخاص فقط في القاعة وقت التقاط الصورة، وأنه لم تكن هناك فرصة لأن يكون الطفل مختبئ خلفهم. حتى عندما تم دخول المجموعة لم يكن هناك أحد آخر حولها. فكر أيضا في مدى اقتراب هذا الطفل من الاختفاء وراء الرجل. بالتأكيد كان سيلاحظ وجود شخص وراءه، ولكن هناك كما هو واضح اليوم هو طفل يحدق في الكاميرا. والآن شاركونا في التعليقات أي من هذه الصور تعتقدون أنه غير حقيقي أو خدعة ولماذا؟